الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة. عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار. عشان رضا الوالدين عقم الإيدين. عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين. عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الصحة اللي بنتحدث فيها عن أمور بتهم صحتكم، بتهم المجتمع بشكل عام، بتهم صحة ابنائنا وأحبائنا على كنار تي في، صوت العرب من كندا. كما عودناكم نستضيف أطباء أخصائيين، لكن اليوم معي صديقين ليسوا بالأطباء عشان أنوه لهذا الموضوع، لنتكلم في هذه الحلقة عن اللقاح. خليني أرحب بضيوفي أولا وحبدأ في موضوع نقاش الحلقة. معي الأستاذ محمود المصري، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أهلا أستاذ جمال، دكتور جمال. أستاذ محمود المصري في أوتوا. نعم في أوتوا. نرحب فيك في أوتوا وبنشكرك على حضورك ووجودك معنا اليوم. الله يخليك أستاذ جمال، من دواعي سروري. ومعنا الدكتور محمد النجار. أهلين دكتور. أهلين. بس عشان تكليف معي، أنت مش دكتور طب، أنت معك دكتورة بالمحاسبة. دكتورة محاسبة وتحليل مالية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. محمد من السعودية صحيح؟ حاليا بالسعودية. أهلا وسهلا فيك. اليوم معرفش دكتور أنت بتسمعني من ديفايس ثاني لأنه في عندك صوت باكراوند. لو لا اوكي I reduce I gonna reduce the voice just to make it okay. It's better now. It's better now. ممتاز. صديقي العزيزين الأستاذ محمود والدكتور محمد، بسبب العمل الخاص فيهم كانوا من أول الناس اللي أعطوا لقاح الكوفيد 19. أنا مرة تانية بحكي إنه هذه الحلقة ليست بالحلقة اللي بدنا نحكي طبية 100%، سيعطونا الأعراض، الأشياء اللي صارت، الإكسبيرينس اللي صار معهم خلال فترة ما بعد اللقاح. الأستاذ محمود بيشتغل في بيوت العجزة، وهذه من الأماكن اللي أصيبت كثيراً في كندا، وللأسف تأثرت وتأثر كثير من سكانها خاصة من كبار السن، ولذلك كانت البريوريتي للجوفرمنت من الأشياء الأساسية أنهم يحاولوا أنهم يلقحوا جميع القانطين في هدول من كبار السن والعاملين فيها. الدكتور محمد عشان عمله بيشتغل في مجال التعليم وبيضطر أنه يروح على
الكلية، وأكيد في طلاب وفي احتكاك بعدد كبير فأعطوهم هذا اللقاء. هذا اللي فهمته دكتور محمد إلا إذا في خطأ، صحيح؟ في منه، في منه بالإضافة إلى اعتبارات أخرى. طيب حنبدأ فيك دكتور محمد، أنت أخذت اللقاح في السعودية، أول شيء احكي لي شو اللقاح اللي أخذته إذا عارف نوعه. أكيد أنا أخذت اللقاح في January 1st 2021، هو اللقاح هو عبارة عن فايزر اللي هو طبعا اللي تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، وتقريبا أول لقاح تم اعتماده. كانت تجربة يعني شوي فيها تحدي نفسي قبل ما يكون تحدي، لكن بصفتي ريسيرشر وباحث وبأمن بالأمور العلمية، فقررت أني أخذ هذا اللقاح، وكان قرار يعني حاسب مع أنه مع معارضة أغلب أفراد الأسرة بشكل عام، لكن كان قرار نهائي بالنسبة لي وخذت التجربة. هلا تقريبا 13 يوم، اليوم 13 تقريبا 13 يوم، حتى أني قررت فتحت في قناتي مجموعة من الحلقات اللي أنت دكتور طبعا جمال من متابعين لها، اللي هي بتحدث فيها عن الأعراض اللي بتصير خلال كل يوم تقريبا من أيام بعد اللقاح. ممتاز. أنا بدي أسأل الأستاذ محمود. أستاذ محمود، هل تعرف شو اللقاح اللي أخذته، هل هو فايزر أو موديرنا، ومتى أخذت اللقاح؟ أخذت اللقاح آخر يوم بالسنة الماضية، اللقاح اللي أخذته فايزر. وقبل اللقاح كان في عنا يعني لينك ممكن ندخل ونسأل ناخذ معلومات عن اللقاح وعن أعراض جانبية لإله وعن تأثيراته وعن كل شيء لإله. فلا أنا بالنسبة لي اللقاح هو زي أي دواء له أعراض جانبية ممكن سلبي أو إيجابي. حتى أنا بشجع مع كل ما عانيته من اللقاح بشجع الكل ياخذوه، يعني بالنتيجة اللقاح إجا يعني لصالحك ليساعدك لتتخطى هالأزمة هاي الموجودة بالعالم. ممتاز. بالنسبة لي ممكن الرياكشن المناعة للجسم يمكن ما تقبلت هاللقاح هاد. حنحكي عن هذه الأعراض، حنحكي عن هذه الأعراض. فكان عندي معاناة مع اللقاح هذا. بس كلاكما أخذتوا هذا اللقاح تبع فايزر عشان نكون واضحين. كلاكما تقريبا أخذتوا بنفس اليوم، يعني واحد ب 31 الشهر ديسمبر، واحد بأول يناير، يعني تقريبا نفس الوقت، فمر تقريبا أقل من أسبوعين بدنا نحكي على أخذ اللقاح. بدي بس أسأل سؤال، السعر هل تم دفع أي مبالغ مقابل اللقاح أم كان مجاني سواء بالسعودية أو في كندا؟ معك دكتور محمد بعدين حنروح للأستاذ محمود. لا في الواقع لا، اللقاح بالمملكة العربية السعودية يعطى مجانا، طبعا في طريقة منظمة جدا وراقي جدا عن طريق مواعيد وابليكيشن يحمل على التليفون، عمليات احترازية جدا مصور جزء فيها كبير ممكن تتبسط جزء منها. المملكة العربية السعودية اشتغلت بطريقة على مستوى دولي بهذا الموضوع، وانا فعلا كنت متفاجئ من الاسلوب الراقي في الختنه، في وضع المعلومات، في شرح المعلومات، في المتابعه، يعني شيء فعلا يرتقي على مستوى العالم. فكانت تجربه جيده. استاذ محمود، هل كان اللقاح مجاني بالنسبه لك؟ نفس الترتيب بالنسبه لنا، كان منظم، كان بناء على موعد مسبق، وحتى الترانسبورتيشن من البيت للمركز كان على حساب الحكومه الكنديه. اوكي طيب، خلينا الان يمكن ندخل في الموضوع اللي هو ما بعد اللقاح او اول يوم. خلينا نحكي عن اول يوم. برجع بحكي انه كلا الضيفين اليوم مش اطباء، وهم بيحكوا عن الخبره اللي صارت معهم، ولا يعني ذلك أن هذا سيحدث مع كل من حصل مع أو من أخذ هذا اللقاح أو لم يأخذه. هناك كتير إشاعات أو نحكي أخبار جيدة عن موضوع اللقاح، وأخبار قليلة سيئة وللأسف هي اللي بتنتشر أكثر شيء. ولكن بدنا نسمع من أصحاب الخبرة زي ما بيحكوا. دكتور محمد، خلينا نحكي أول يومين هيك شو صار فيك، أول من يوم اللقاح لتاني يوم.
اوكي دكتور، بس انا حاب اعلق على نقطة. انا من الناس الطبيعي اللي زي ما قلت لك انا doing even like a postdoctorate researcher مع Essex University في UK، بالإضافة إلى عملي قابل هيك في جامعة تورونتو في كندا. الفكرة أنا لا أقوم بخطوة إلا بعد ما أقوم ببحث وتقصي عنها، يعني حتى قرأت على كثير من الأبحاث اللي انتشرت بعض المعلومات. صح أنا مش طبيب، لكن مش خطأ الإنسان أن يطلع على أبحاث علمية ومصادر موثوقة، مش مجرد إشاعات متناقلة عن طريق الواتساب وعن طريق الفيسبوك إلى آخره. فما اتخذت هذا القرار إلا بعد ما تأكدت من ناحية علمية أنه صح صار في تسريع في بعض الخطوات في البحث في مجال الإنتاج، لكن تم اتباع سلسلة أو النظام البحثي الحقيقي في إنتاج هذا المقال. أول يوم تقريباً ما كانش في أي أعراض، فقط الشيء الوحيد اللي حسيت فيه بعد ما خدت اللقاح اللي هو ألم مكان الانجكشن، تورم بسيط، كان تقريبا مساء أخذته الساعة 7 مساء. في الليل ما صار أي أعراض حقيقة. بعد 12 ساعة بالضبط بدأ عندي نوع من الصداع، وبدأت الحرارة ترتفع. في 24 ساعة ارتفعت لتقريبا 37.5. بعد 24 ساعة بدأ تصير عندي شوية ألم بالمفاصل. في 24 ساعة، تسعت على 24، 48 ساعة، 48 ساعة أكثر شيء كان واضح اللي فيه ارتفاع بالحرارة وفي شوية ألم في المفاصل. في نهاية اليوم الثاني أو بداية اليوم الثالث كان ألم شديد جدا، حتى كنت بوصفها إنه زي الواحد كيف مطحن هيك كأنه مبلوز بس بدون حرارة عالية. طبعا أكيد الأعراض منشان اتفق بناء على الأبحاث بناء على الدراسات اللي قرأتها تختلف من شخص لآخر. لا يوجد اثنين ممكن يعني قل لما تلاقي شخصين عندهم نفس الرياكشن على اللقاح. في شغلات عامة تظهر للجميع، لكن ممكن يظهر شيء أنا بحس فيه أو شغلات معينة حكيت عنها ظهرت في اليوم السادس أو الرابع والخامس كانت مزعجة جدا، بعدين نحكي عنها. لكن بعض الناس تكون أعراض خفيفة جدا حتى ما بحسوا فيها أصلا، فهي تختلف من شخص لآخر. يعني بعد هيك في اليوم الرابع والخامس ظهرت بعض الأعراض المزعجة جدا حقيقة. هنيجي على أول يومين، خلينا نحكي عن أول يومين. أستاذ محمود لو تحكي لنا أول يومين شو صار معك؟ أول بعد اللقاح بخمس دقائق صار عندي دوخة وزي شوك صدمة، وإجا الطبيب. هلا أنا صحيان على حالي إنه صار في عندي يعني الرؤية صارت غير واضحة، فلحقت يعني قلت له للممرضة اللي جنبي المدام أنا راح دوخ، بعدين ما عاد صحيت على شيء. صحيت على في حوالي أطباء وممرضة وممرضين وعم صحوني إنه شو صار معك، أنت أكلت، أنت فطرت؟ طبعا أكلت وجيت، يعني أكلت يعني أخذت الوجبة تبع الفطور وجيت هون. عندك شيء مشاكل صحية؟ لا ما عندي شيء. شو حاسس؟ لو حاسس بمحل اللقاح، المحل الإبرة من أول المعصم بإيدي لفوق رقبتي حاسس إنه كله تقريبا انشل وفي وجع كتير. فبقيت عندهم بالمركز تقريبا شيء أكثر من ساعة، بعدين إنه أوكي إنه خلاص إنه أنت صحتك منيحة أوكي فيك تروح. هلا رحت وصلت على بيتي ونمت عادي. الصبح ثاني يوم كان عندي شغل، رحت على شغلي يعني مش زي الأيام الماضية بس في عندي شوية تعب. قلت يمكن أنا إنه مبارح مو نايم مزبوط أو شيء، فحتى موضوع اللقاح كله نسيته. لكن ثاني يوم ثالث يوم بلشت أحس إنه في شيء مو طبيعي بجسمي، يعني هذا الشيء اللي أنا أخذته بلش بقى يأثر علي. اليوم الرابع بلش الأعراض تزيد لحد حنرجع للأيام اللي بعد الأول. أنا أهم الأول والثاني، بس بدي أشرح للناس اللي صار مع الأستاذ محمود بسموه
حساسية بعد اللقاح وممكن تصير بعد أي لقاح، لأن اللي بعطوه في الجسم هو بروتين، والبروتين أحيانا بسبب حساسية، وهاي بتصير بقلة من الناس مش كتير. وطبعا عشان هيك بعد أي لقاح، حتى يقول لقاح الإنفلونزا بقول لك لازم تقعد أقل شيء 15 دقيقة في الكلينيك، لأنه لا سمح الله إذا صارت هذه الأعراض ممكن تؤدي إلى ضيق في التنفس ومشاكل أخرى. أنا بس بدي أجاوب بعد إذنكم كم سؤال، لأنه في أسئلة جاية هيك الطبية. في سؤال بحكي هل الكورونا هي نفسها الكوفيد 19؟ لا، الكورونا مش كوفيد 19، الكورونا هي عبارة عن عائلة، زي بدي أحكي عائلة خلف، أوكي، أي اسم العائلة كلها. وجوا العائلة في ناس اسمهم أحمد، سعيد، خالد. فجوا عائلة الكورونا في سارس، في كوفيد 19، في ميرس، وفي أربعة كوفيد 19، هذول اللي بيدخلوا جسم الإنسان، سبعة تقريبا، أربعة منهم إحنا بنأخذهم بالإنفلونزا العادية وما عندنا أي مشاكل فيهم. فهم سبعة بيصيبوا الإنسان، في حوالي 250 كوفيد كورونا فيروس موجودة في الحيوانات والهاي، بس سبعة منهم فقط بيصيبوا الإنسان. وعشان هيك في فرق بين كورونا وكوفيد 19. كوفيد 19 اسم المرض اللي بسببه الكوف سارس 2 فيروس. في سؤال هون من فاروق بحكي يا دكتور أنا صار لي انتفاخ في المؤخرة لما أخذت اللقاح، هل هذا طبيعي؟ يعني إذا بس انتفاخ بسيط أتوقع أنه مش مشكلة كبيرة، لكن إذا صار لا سمح الله أي أعراض ثانية هون المشكلة، لأنه أي إبرة بتأخذها ممكن تسبب انتفاخ في المكان الإبرة. في سؤال من إيهاب بيحكي دكتور محمد اللقاح أسود، عارفش أنتوا كلاكم أخذ اللقاح شفاف صح؟ شفاف نعم. مش عارف إيش اللقاح الأسود. أنا مصوره دكتور في ال أنا دكتور مصوره في ال في الفيديوهات في الحلقة تبعتي في ال اليوتيوب، فأنا بتخذ عبارة عن زي اللقاح الموسمي دكتور، يعني نفس الـ the same line. فما أتوقع، ما بعرف شو اللون الأسود، أنا شفت عدة لقاحات لكن لم أرى أي واحد لونه أسود. كل لا أسود لا ما في أي أسود، ما في أي شيء. هل هذا اللقاح جيد؟ إن شاء الله رب العالمين، يعني هذا سؤال صعب الإجابة عليه الآن، العلماء لسه بيبحثوا. طبعا بنرحب بجميع الضيوف اللي معنا، حاولنا نجاوب على بعض الأسئلة. أنا بدي أحط سريعا اليوتيوب تبع الدكتور عشان اللي حابب يدخل، أنا حاطه في الكومنتس، وسريعا احضروا هيك لقطات من تجربة الدكتور محمد نجار. بعد لقاح كورونا أيوه شفاف. لا هو اللي بحب يعرف معلومات أكثر دكتور في الحلقة الأولى في تفاصيل أكثر بيقدر يشوف يطلعوا عليها. ممتاز. أنا سريعاً بس حطيت اللينك اللي حابب يدخل ويحضر الحلقات كلها. أتوقع إن الدكتور عمل جهد مبارك في هذا الموضوع. نرجع للحلقة مع الشباب الطيبين. طيب دكتور محمد، سؤالي لك الآن، أنت حكيت لي في اليوم الرابع والخامس بدأت أعراض أكثر صعوبة عليك من اليومين الأولين، لو تحكينا شوية عنهم. يا حقيقة يعني أنا ما كنت متفاجئ حقيقة من عرض الحرارة، لأنه كنت متوقع يصير حرارة، لأنه هذا بصير معي حتى في المطعم الموسمي. أنا في كندا بشكل دوري كنت أخذه، وحتى بعد ما سافرت وفي سفري بشكل عام بتنقل كثير، يعني بيجوز فترة كورونا اللي عملت لي حجر، لكن أنا تقريبا كل شهرين عندي سفرة. جزء أنا من هذا الأسباب الرئيسية اللي خلاني أستعجل في اتخاذ قرار أخذ اللقاح عشان أرجع أنطلق أو أتحرك براحتي. في اليوم الرابع فعلا كان عرض مخيف جدا، وهو بداية الخدران. صار يصير خدران في يعني في القدم، في الأقدام، في الإيدين. قبل الخدران في اليوم الرابع والخامس صار تشنجات شديدة جدا،
بالعضلات حتى لو لدرجة أنه في نص الليل ممكن أقوم في باطن القدم اليسرى أو اليمنى، العضلة تتشنج لدرجة أنها تحس أنها قمنا تتمزع، يتنقل هذا التشنج من عضلة لعضلة بشكل غير منتظم، كانت مؤلمة جدا. طبعا أخذ بعض المرخيات في العضلات، حتى اضطريت أني أخذ اليوم الرابع ليريكا just to control it يعني، طبعا بعد استشارة صديقي دكتور صديق لإلي، فكانت مزعجة. المرحلة الأخيرة في اليوم الخامس خفت الشنجات، لكن ظهرت أعراض مستمرة تقريبا، بدأت تخف بعد اليوم السابع، وهي الخدران، خدران مع قلق توتر، أو خلينا نحكيها في نوع من الأرق والتوتر، هذا حتى الآن، زائد نوع من الحالة مش بحكي لك إياها، تحس مر عليك بعض الساعات اللي هي وكأنك زي ما حكيها كأنك ديبرس. أنا طبيعتي إنسان متفائل مبتسم، لكن في شيء غريب بصير. أتمنى إنه هذا الحكي بخف إن شاء الله مع الوقت، خاصة الجرعة الثانية حتكون تاريخ 19، يعني بعد 19 يوم من الأولى الله يستر، لكن حتى الآن الأمور إيجابية. الخدران هو الشيء الوحيد اللي استمر، يعني الآلام المفاصل راحت، التشنجات راحت، الأرق. في أي يوم هذا؟ في اليوم نهاية اليوم الخامس بداية السادس اختفت التشنجات وبدأ الخدران. خدران يعني لدرجة أنك تصحى في نص الليل بتحس أنه مش حاسب رجل نهائيا، لدرجة يعني أنا اضطريت أني أخذ أسبرين كنوع من اللي هو الـ 81 ميليغرام كنوع من تخثير للدم. وحتى عندي موعد بكرة، إذا موضوع حيستمر ممكن أخذ ميعات للدم، لأنه هذا متوقع لكن حالات نادرة أكيد، مش كل الناس بصير معها. صحيح. لأني بتابع مع ثلاثة من أصدقائي الأطباء بتخصصات مختلفة مشان أكون في السيف سايد، لكن إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية. فهذا كان مزعج نوعا ما. الأعراض بدأت تخف تدريجيا، في إحساس أنك تكون ديبرس، ممكن تمر في مرحلة تحس حالك نفسيا تعبان بدون سبب، حتى لو كنت أنت أكثر إنسان متفائل أو مبتسم أو سعيد بحياتك، في شيء مش طبيعي بيصير في الجسم. لكن بناء على الرأي الطبي من مجموعة من الأصدقاء إنه هاي المرحلة ومع الوقت بروح، قد يستمر حسب أراء بعض الأطباء مدة شهر أو أكثر أحيانا، لكن في نسب تختلف من شخص لآخر حسب طبيعة حياتك وأسلوب تفكيرك نظرتك لبعض. إن شاء الله. أستاذ محمود، الأعراض اللي صارت معك من اليوم الرابع فما أعلى؟ بدأت بتعرق شديد زائد رجفان، قشعريرة بكل الجسم، العضلات بتحس كأنه كل آلام الدنيا موجودة محطوطة فيها، زائد حرارة وصلت لل 39.5، قلق بشكل مو طبيعي، بتحس بدك شيء يعني تطلع تكسر هالألم اللي انت فيه، فبتلاقي حالك مشوش. يعني مثلا اذا رحت اكلت مثلا برتاح، تقول لا الاكل ما بفيدني، طب اذا اخذت مثلا ادفل برتاح، طب الادفل كمان قراراتك تلاقيك كلها مشوشة وما عندك يعني ابسط الامور. يعني اذا بدي اذا تكشفت ما عندي خاصيه اشد الحرام على حالي مره ثانيه. واضح. مش كم يوم ضلت هاي الاعراض؟ انا بعرف انك دخلت المستشفى. ايه لحد اليوم شو اسمه الخامس اتصلت فيهم واجى الاسعاف لعندي، قال ما بدك شيء بس خذ ادفل او تيلينول وبترتاح 48 ساعه، اذا ما ارتحت ترجع خبرنا. فأنا ما ارتحت وفقت، صحيت اليوم الثامن للقاح، في عندي سعال مع بلغم ودم وصداع مو طبيعي، فهون خفت قلت يمكن خلاص يعني هاي النهاية.
رجعت اتصلت فيهم، كان صحة كندا مشكورين خلال وقت قصير جدا جدا جدا، بعثوا لي سيارة اسعاف واخذوني على المشفى. اللي صار انه بالمشفى صور وتحاليل وسكانر ورنين مغناطيسي وا 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 وا، وبعد كل هالشيء الدكتور قالت لي حظ سيء. طب اعطيني سبب للشيء اللي انا فيه، يعني اذا حظي سيء ليش انا موجود هون بالمشفى؟ قالت لي ما في حظ سيء بس. لكن لحد اليوم الحراره اليوم كانت اخف. طبعا اليوم هو تقريبا اليوم 12، الحراره اخف، الصداع لا زال موجود، السعال موجود بدون بلغم خفيف بدون دم. الالم تقريبا 80% انحسر، لكن القلق من ولا شيء. يعني حتى امبارح كنت عم بحكي مع دكتوره بتورنتو فقالت لي ما في علاقه بين الاعراض اللي صابتك واللقاح اللي انت اخذته. قلت له طيب اذا ما في علاقه انا ليش صار معي؟ راجع طبيب. ما راجعت مجموعه اطباء بالمشفى وقالوا لي نفس الكلام، يعني ما اعطوني جواب حتى معي، ما اعطوني جواب. ومع كل هالشيء هذا ما فهمت شيء انا. هلا انا كمحمود مصري مش خايف من شيء، يعني بالنتيجه عندنا ايمان، نحن يعني اللي بيولد بيوم من الايام بده يموت سواء بلقاح او باي سبب ثاني، يعني بنتيجه بده يموت. لكن اللي كان يعني بيزيد معاناتي انه انا في عندي شيء ماني فهمان شو هو، في عندي معاناه وعندي الم وعندي وجع وماني فهمان، ولا حدا قدر يشرح لي او يفهمني انه انا شو، انا ليش هيك. ما في شيء. عندي صديقي طبيب بسوريا سالته قال لي الوضع اللي معك طبيعي، جسمك مناعتك كانت عاليه فاستقبلت انت اللقاح باول كم يوم عادي، بعدين المناعه تبعك بلش، يعني جسمك بلش يضعف، يعني انه بالنتيجه ما عاد تقاوم فصارت الاعراض معك. هلا تفسيره منطقي تقريبا بالنسبه لي ومقبول انه ممكن هيك شيء، لكن هون بكندا لا، ما حدا عطاني شيء حتى ونفوا نفي قطعي انه اللقاح له علاقه بالشيء اللي صار معي. هو لانه يمكن جديد، خلينا نكون واقعيين، يمكن الاعراض اللي صارت معك حتى الشركه ما هي مش عارفه في الموضوع. لكن انا بس حابب اذكر الجميع انه الصديقين اللي موجودين معنا ليسوا اطباء، هم يعملوا في قطاعات مختلفه، ولكن من المرشحين للحصول على اللقاح في البدايه وحصلوا على اللقاح، واليوم بيتكلموا عن الاعراض اللي صارت معهم او ما بعد اللقاح. وبدي أذكر أيضاً أنه إن شاء الله شهر يناير حيكون عندنا كله عن اللقاح الكوفيد. الحلقة الجاي حتكون مع دكتورة صيدلانية حتحكي لنا عن برضو تجربتها والناحية الطبية للقاح. الأسبوع اللي بعده حيكون عندنا أخصائي تكنولوجيا حيتكلم عن موضوع الشيب وموضوع الأمور اللي نحكى فيها، هل ممكن يدخلوا شيب جوا لقاح ولا لا، كل هذا الحكي حنحكي عنه ونكون واقعيين. خلينا نكون واقعيين يا جماعة ونسأل ذوي الخبرة يعني. والأسبوع اللي بعده إن شاء الله حيكون معنا دكتور فيروسات فيرولوجي من جامعة شيكاغو، معاه دكتوراه في فيروسات الكورونا، فسبحان الله تعرفت عليه قبل فترة وحكينا في الموضوع، إن شاء الله حنستضيفه وحيتكلم لنا عن طريقة تصنيع اللقاح اللي هو الـ mRNA. أنا مجهز شوية شغلات حنحكي عنها. طيب الآن في سؤال مهم انسأل هون وأنا حابب أسألكم إياه. يقولون أنه مفروض على الجميع أن يجروا اختبار الكوفيد قبل اللقاح، هل أجروا لك اختبار الكوفيد دكتور محمد قبل اللقاح قبل ما تأخذ اللقاح؟ لا حقيقة لا، لأنه نظام هون عبارة عن أنت بتمر في مجموعة من الأسئلة سواء في الابليكيشن، من ضمنها انه هل ظهرت عليك اعراض كورونا، هل اصبت بالكورونا قبل هيك او بالكوفيد 19. اذا كان جوابك يس خلاص انت يو ديناي بشلوك، يو ار نوت كواليفايد. نفس الشيء لما تروح على المركز مجموعه من الاسئله تسال، من ضمنها الحساسيه، لانه اللي صار مع الاستاذ الكريم زميل صديقنا
باعتقادي بجوز كان في تقصير في السؤال هون عن الحساسيه، لانه كان اول سؤال انسال هل عندك تحسس لاي شكل من الاشكال الادويه او اللقاحات، لانه اذا في ممكن يعطوه فورا ابره في هذه قبل حتى ما ياخذ اللقاح. هذا الاجراء المتبع كان بيتاكدوا من الرياكشن، هل انت عندك حساسيه لادويه للقاحات الموسميه الى اخره قبل ما ياخذ اللقاح. لكن هل بيعملوا فحص قبل اللقاح؟ لا، هم بيعتمدوا على معلومة اللي انت اخذتهم بيها واللي تعتبر documental it's approved register لما تعمل application، فبالتالي بيعتبروه مصداقية من طرفك. يعني ما اعتقد ان واحد كان عنده كورونا بيحكي لهم لا انا ما كانش عندي كورونا بدي اخذ اللقاح، يعني بتكون في صحتك انت اكثر الناس معرفة فيها، فبالتالي حتعطيهم المعلومة الصحيحة. فلا، ما بطلبوا منك، لا يشترط انك تعمل الفحص قبل ما تاخذ اللقاح، لكن اذا انت ماخذ اللقاح، اذا انت اصبت في باعتقادي انك يو نوت كواليفايد انك تاخذ استاذ محمود، هل طلبوا منك تعمل تيست؟ نحن بشكل دوري اسبوعي في عنا تيست للقاح كل اسبوع للكوفيد، كل اسبوع لازم نسوي تيست للقاح وللكوفيد 19 ونشوف نتيجة، وفي حال نتيجة كانت إيجابية تبقى ببيتك 14 يوم. وعلى الأغلب لكن نحن عنا ما عنا كان ولا حالة إيجابية. طلبوه خصيصاً لهذا ولا لا، ولا هو هذا روتين عندك؟ لا نحن بشكل دوري نحن في عنا شو اسمه الفحص. أوكي، بس روتين. أيوة، اللي رحت أنا حتى أخذ لقاح كان قبل اليوم نحن مساويين الفحص، وسألوني بالمركز إنه أنت في عندك كورونا شيء أو في عندك أعراض؟ لا، أنا مبارح سويت اختبار وكان النتيجة سلبي، ما عندي مشكلة. ممتاز. في فادي عنده سؤال، سؤال شوي طبي، هو أنا حجاوب عليه. سؤال هام يفرض نفسه في ظل انتشار العدوى بشكل كبير، هل يستطيع المصاب حاليا بالكورونا أخذ البلازما من الأشخاص الذين تطعموا وأخذوا لقاح الكورونا بحكم أصبح لديهم أجسام مضادة ومناعة ضد الفيروس، وبهذه الطريقة ينحسر الوباء وينتهي بشكل أسرع وبأقل تكلفة؟ لا فادي، أنا فاهم عليك، بس التكلفة في استخلاص البلازما والأجسام المضادة من أشخاص أوريدي تلقحوا أغلى من أول شيء عددهم قليل لحد الآن، والثاني أغلى تكنولوجيا من سعر اللقاح نفسه بكلف الدول من 20 ل 30 دولار تقريبا، فتكلفة هذه التكنولوجي أغلى. للعلم أنا بس بدي أشرح سريعا بعد إذنكم دكتور محمد أستاذ محمود، اللقاحات اللي موجودة الآن فايزر الأمريكي بالتعاون مع شركة بايونيوتيك الألمانية، موديرنا الأمريكية، في أسترازينيكا اللي هو بريطاني بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، في لقاح روسي اسمه سبوتنيك، وفي لقاحين صينيات، واحد منهم اللي هو الروتيني، اللقاح الروتيني اللي احنا متعودين عليه بضعفه الفيروس وبعطوه للمريض، وفي لقاح اللي بتحكي عنه أستاذ فادي اللي هو لسه لم ينتهي من التجارب تبعته اللي هو البلازما، لأنه مكلف أول شيء وتجاربه صعبة جدا. فيعني أنت جبت السؤال وجاوبنا على سؤال آخر أيضا. أعتقد في جونسون أند جونسون، باي ذا واي جونسون أند جونسون حكوا إنه عندهم لقاح سيكون قريبا في فبراير إن شاء الله، والفرق بينه وبين باقي اللقاحات إنه بيحتاج إلى جرعة واحدة وليس جرعتين كباقي اللقاحات. قد يسهل هذا أيضا من ويسرع من عملية التلقيح بشكل عام. طيب، في سؤال، وين مكان للقاح؟ كل دولة إنها وين أنت ساكن يا عبد اللطيف؟ هل منقول هذا عبر المباشر عبر اليوتيوب؟ نعم، منقول في كل اليوتيوب والفيسبوك، خوفتونا بتقولكم. طيب، هذا السؤال مهم. دكتور محمد، شو رسالتك للأشخاص اللي حابين يتلقحوا؟ هل هذا فعلا بخوف ولا لا؟ خلينا نكون واقعيين، لقاح جديد هذا واقع، لكن حكينا إذا الشخص يعني his level of education is high
وبالتالي يمر على بعض الأبحاث المنشورة ويقرأها باعتقادي حيشوف إنه في أو عنده نوعا ما معلومة عن طريقة البحث العلمي، حيشوف إنه تم فعلا الشغل على هذا اللقاح بطريقة علمية بحتة مع تسوية بعض المراحل. هل أخذ اللقاح وأنا مطمن؟ هو عندك خيارين، يا أما تأخذ اللقاح أنت تبادر وتحاول كفرصة أنك تحمي نفسك، أو أنك تنتظر لما تصاب وبعدها أنت وحظك بالفيروس الحقيقي، وقتها أنت وحظك وطبيعة الجسم كيف حيتفاعل مع هذا الفيروس. فيعني كلاهما في تحدي، لكن أنا باعتقادي أنك تكون أنت مجهز نفسك تأخذ لقاح، لأنه هذا لا يعني أنك لن تصاب. يعني حتى لو أخذت اللقاح الجرعة الأولى والجرعة الثانية مش معناها أنت لن تصاب، لا ممكن تصاب عادي، بس الفرق أنه الإفكت عليك حيكون مختلف، جسمك يكون جاهز للتعامل مع هذا الفيروس. لأنه في ناس فهمهم برضو للموضوع غلط، أنه بتوقع أنه إذا أخذ اللقاح خلاص معناها لن يصاب، هذا مش صحيح. أنت بتأخذ اللقاح فقط مشان تجهز جسمك يتعرف على الـ DNA لهذا اللقاح لهذا الفيروس، في حالة لو دخل جسمك يقدر يتعامل معه ويجهز نفسه للدفاع عنه، أو جسمك يجهز حاله للدفاع عنه. هاي النقطة الأساسية. فأنا برأيي نكون واقعيين، عملية المؤامرة ونظرية المؤامرة والشرائح المغروس بالسائل اللي تجاوز أقل من 1 مل والأمور كلها، باعتقادي الأصل نبعد عنها شوي لأنها مش حقيقية. والأصل أنه نكون يعني بكفينا كل حياتنا من فسرها بطريقة المؤامرة. خلينا علمين شوي وواقعين شوي. إذا بنحكي بنظرية مؤامرة، أكثر دول من أكثر دول العالم ضرر هي أمريكا. أمريكا هي الدولة اللي دائما نحطها في نظرية المؤامرة إحنا كعرب. فباعتقادي خلينا نكون واقعين شوي ونتعامل مع الأمور بشكل علمي. وعلى فكرة في شغلة مهمة دكتور، كل ما كان الشخص متوتر عند أخذه اللقاح كل ما كان الإفكت سلبي عليه، كل ما كانت نتيجة سلبية. الإعداد النفسي قبل أخذ اللقاح مهم جدا، لأنه إذا أنت نفسيا محضر حالك وحاس حالك it's okay it is normal، يعني الشيء طبيعي حاخذه زي اللقاح الموسمي، أنا متأكد حيكون تأثير عليك أقل من شخص داخل وحاس حاله حي لا سمح الله يصير في شيء. فبعتقد لازم يكون واقعيين، لازم يكون واقعي. طب سؤال إجا لك الآن، هل أنت مع التلقيح أو ضده؟ أنا أكيد مع التلقيح، وذلك لأني بادرت فيه من نوائل الناس اللي بادروا فيه، لأني أنا مقتنع دائما بالأمور المبنية على البحث العلمي. أستاذ محمود نفس السؤال، هل لو رجع فيك الوقت تتلقح ولا لا؟ واحكي لنا ليش. أكيد برجع بتلقح، لأنه نحن اللي نشتغل بدار الرعاية فريق تقريبا أكثر من 40 موظف، فكلهم أخذوا اللقاح، أنا الوحيد اللي صافي عندي مضاعفات. هذا الشيء بيعني أنه الناس التانيين اللي أخذوا اللقاح مش بالضرورة ينصابوا بالأعراض اللي أنا صبت فيها. كل جسم دكتور انت بتعرف هذا الشيء واغلب الناس بيعرفوا، كل جسم له طبيعه تختلف عن الجسم الثاني، عن جاري او زوجتي او اخي او اي شخص ثاني. انا بشجع الكل ياخذ اللقاح مع كل ما عانيته، انا بدعم انه الناس تاخذ لقاح، لانه بالنتيجه حتى مريض السرطان وقت بيقولوا رح نعطيك كيماوي يعني هنا رح يعطوه سم، وما هالشيء بيرضى لانه بده يخلص من معاناته. وهذا الوضع هذا نحن فيه كمان نفس الشيء، يعني نحن عايشين هلا تقريبا بسجن بمأساة، انه بدك تلبس الماسك وتروح على شغلك وبدك تعقم وممنوع هاي وممنوع هاي، في كتير محاذير بدك تتجنبها لحتى يعني مثل اللي ماشي بحقل الارغام. فبالنتيجة انت عم تاخذ دواء جديد ونازل على السوق جديد في له مضاعفات، ممكن جسمك يوافق يعني يوافق معها، ممكن لا، والامر طبيعي جدا جدا جدا. ولو رجع الزمان فيه مره ثانيه ومع العلم انه بعرف هلا انه في هالاعراض هي رح ارجع اخذ لقاح مره ثانيه اكيد بالمية مية. طب في سؤال اجاك هلا، ماذا كان رد فعل زوجاتكم؟ هل قررنا اخذ اللقاح بعد ما شافوا المعاناه؟ يلا استاذ محمود نبدا فيك. والله زوجتي انا قالت لي بدي، طبعا
بعد رأي الفاميلي دكتور، إذا قال له أوكي ما في مشكلة أكيد رح تاخده أكيد، لأنه أنت بتعرف هون دكتور جمال بكندا في ناس في عندهم خصوصية بحياتهم، في عندهم سجل مرضي مثلا معين، يمكن في عندهم أمراض ما بيقدروا ياخذوا هذا اللقاح. فنحن في عنا رأي طبيب العائلة وكي بيأكد أنه ما في مشكلة أكيد رح تاخده، ما يعني ما عنده مشكلة، لكن هي كان أكثر خوفة علي أنا أنه رح ضيع الرجال بين إيدي بشربة مي. أكيد خافت عليك أكيد، الله يحفظكم لبعض إن شاء الله. الله يسلمك دكتور محمد. والله أنا زوجتي عرفت فقط من خلال اليوتيوب. أنت صحيح، أنت زوجتك الآن في كندا وأنت في السعودية. أنا لما عرفت وعرفت من خلال اليوتيوب كان أمر واقع منتهي يعني. يعني بعد ما خلص الموضوع. بس شو رأيها هي؟ شو حكت لك؟ يعني هي كان ردة فعلها إنه يعني why you are in a rush، ليش مستعجل يعني إنه فزي ما قلت لك أنا كان رأيي واضح، أنا مع البحث العلمي مع القرارات العلمية كل ما ترددنا، لأنه عفوا ما دام اللقاح تم توفيره إذا بنستنى كمان 6 أشهر وعشر سنوات عشان يثبت فعاليته معناها مش ما عمرنا احنا والكل ما بده يجرب عمرنا ما نثبت فعاليته. بعدين عفوا ما نقارن مثلا مع لقاح الملاريا او غيره من اللقاحات القديمه اللي اوريدي تكنولوجيا كانت مختلفه، الفند الاستثمارات الضخمه اللي انحطت فيها، يعني لا تخيل انه في لقاح في العالم تم استثمار فيه مثل لقاح كوفيد 19. مظبوط صدق. طيب في سؤالين أنا حابب أجاوب عليهم بعد إذنكو. السؤال الأول بتكلم ويمكن هذا طرقنا إلو، إذا أنا أصبت بالكورونا وأخذت الكورونا هل أخذ اللقاح ولا لا؟ إلى الآن عشان هيك مش عم بركزوا على الفحوصات، المصاب في الكورونا يمكن أنه يأخذ اللقاح، ولكن لحد الآن بيحاولوا أنهم يأجلوا هذه الفئة لأنهم في ناس أولى أنهم يعطوهم اللقاح اللي ما معهم أجسام مضادة لحد الآن في جسمهم. فالمصابين بالكورونا most probably أنه راح يعطوهم اللقاح بعد فترة، ولكن قد يكونوا في الأخيرين. سامر بيحكي لي هل هناك مجموعة في كندا تطلق على نفسها أم فاكسين؟ هذه المجموعة هي عبارة عن، هي مش بس في كندا، هي حول العالم، في طبيب عمل ريسيرش وحكى بالريسيرش تبعه، هو واحد يعني من ضمن 1000 من الأطباء عمل ريسيرش وحكى إنه هذا اللقاحات بشكل عام مش تبع الهاد بتؤدي إلى مشاكل كثيرة في الجسم وبتدخل ميركوري اللي هو زئبق وبتؤدي إلى أوتيزم ومشاكل توحد ومشاكل كثيرة. فقرر انه يعمل الريسيرش تبعه ويبين انه هو ضد هذا الموضوع، ولحقته مجموعات من الناس سموهم ان فاكسين، ليس شخص ولا شخصين الان، ولكن علميا لم يثبت اي شيء مما قاله هذا الطبيب او مما نشره، وبالتالي يعني نحن ناتي زي نحكي مع الماجوريتي او مع اغلبيه المشايخ الاطباء، يعني نمشي مع الأغلبية والأغلبية بتحكي إنه ما في أي مشاكل. تعليق بسيط دكتور. تفضل. إذا بنحكي عن الفاكسين حتى المطعوم الموسمي، إذا بترجع في مجموعة من الأبحاث المنشورة عن اللقاح الموسمي اللي بتعطيك نسبة بسيطة جدا لا تقارب 1.001 من الناس اللي بموتوا منه من اللقاح الموسمي. وما حدا أثار الضجة هاي، مع أنه في أبحاث منشورة عنه وتشجع على عدم أخذه، رغم ذلك مئات الملايين حول العالم مليارات بيأخذوا سنوياً، ما صارش هاي الضجة إعلامية عليه. فما في لقاح في العالم، نحكي عن لقاح برضو ميز بين لقاح والدواء، ما في لقاح في العالم في زيرو ريسك، هذا شيء مستحيل. أكيد أكيد. تفضل سامحون. المريض اللي انصاب بالكوفيد 19 وتعافى منه، هل هو مرشح ليرجع ينصاب مرة تانية؟ وما مدى شدة الإصابة
أو المعاناة بالمرة الثانية إذا كان مرشح لأنه يصاب. هاي في حال أنه مش أخذ لقاح. في حال أخذ لقاح هل هو مرشح كمان ينصاب؟ وشو مدى شدة الإصابة كمان؟ طيب هلأ خلينا نكون واقعيين، الفيروس بشكل عام هو فيروس جديد ما له أقل يعني سنة تقريبا انتشاره، أقل من سنة ولكن نحكي سنة. في حوالي 14 ل 18% من الأشخاص اللي أصيبوا تم تشخيصهم مرة ثانية بأنهم أصيبوا للمرة الثانية. هل كانت هناك مشاكل في الفحص؟ احنا كلنا بنعرف انه في مشاكل في البي سي آر اللي هو الفحص اللي بيصير من خلال الأنف وهو غير دقيق 100%. فهل قد يكون انه نفي الإصابة بعد المرة الأولى وبعدها بشهرين ثلاثة رجعت له الإصابة، هل في مشاكل هنا في الفحص ولا لا؟ فالموضوع لا زال تحت الدراسة، لكن most probably بيحكوا انه في اشخاص لا ما بيصير في جسمهم اجسام مضادة وبتأدي بالتالي الى ضعف المناعة مرة اخرى والإصابة مرة اخرى، وهذا بيصير بكل الامراض المناعية. فانه يصاب مرة ثانية معظم الابحاث بتقول انه في نسبة من 10 الى 17-18% ممكن يصابوا نعم مرة ثانية. فبالتالي عشان هيك الأشخاص اللي أصيبوا بالكورونا رح يعطوهم اللقاح، ولكن في النهاية لأنه أكثر من حكينا 80% أوريدي عندهم أجسام مضادة في جسمهم. وزي ما بتحكي الأستاذة خولة هي أحد المصابين حكت أنه تم تأجيل التلقيح. في سؤال هون من فاطمة بتحكي أنا مسافرة أفريقيا وابني معي عمره 9 سنوات لازم يأخذ اللقاح؟ الأطفال لحد الآن ما بلقحوهم لأنه الأبحاث اللي صارت على اللقاح صارت للي أعمارهم 16 فما أعلى، فلحد الآن لم يلقحوا الأطفال. في هاي الخطوة الثانية يعني راح تشوف. أسماء بتحكي هذه الخطوة اللي أنتوا قمتوا فيها دكتور محمد أستاذ محمود تدل على الشخصية التي تميز شجاعتكم وتحملكم للمسؤولية والتضحية من أجل المجتمع بشكل عام. يعني أنا بشكركم صحيح على الموضوع اللي سويتوه لأنه أنتوا من الفرونت لاينرز بسموهم. في سؤال من وفا بتحكي ما عوارض ما بعد الكورونا، لأنه أنا واحدة من الناس اللي ما زلت أعاني من أعراض مزعجة. هذا سؤال قد يكون خارج موضوع الحلقة، ولكن سريعا في كتير ناس عندهم كتير أعراض ومختلف الأعراض. في ناس مثلا أقل عرضة يعني، بس ما في حدا أنا سمعته أو حكيت معاه من اللي أصيب بالكوفيد رجع 100% يعني بدي أحكي خلال أول 4-5 أشهر إلا يضل عنده أعراض. فإن شاء الله رب العالمين تخف هاي الأعراض عنك وخفف عنك الأخت خولة بتحكي قرارات جديدة تخص مقاطعة أنتاريو، أعلن قبل قليل حاكم أنتاريو أن القرارات التالية سينفذ قانون طوارئ ستاي هوم حالا لمقاطعة أنتاريو ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء الخميس الساعة 12 ودقيقة فجرا يبدأ تنفيذ القانون، والذي بموجبه يمنع الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مثل شراء لوازم البيت، مواعيد الأطباء والذهاب إلى at home order للذهاب إلى المدارس، الخروج للتنزه مع أفراد العائلة الذين يقطنون في نفس المنزل، تقليل ساعات عمل محلات تسوق المفتوح حاليا إلى الساعة 8، ومقاطعة كيبيك في عندها حجر أو منع تجول بعد الساعة 8 مساء. خولة بتحكي روح الطعم وبدنا نعيش طبيعي. سؤال حضرتك رح تأخذ اللقاح دكتور؟ السؤال إلي؟ أكيد. سؤال طبعا أنا يعني حاخذ اللقاح لكن مش من البداية، لأنه أنا أكيد في ناس أولى الآن في البداية اللي هم الكبار السن، وهذا اللي قررته كندا، فسنعطي الأولوية للي قررته الحكومة. زي ما حكيت أنا دائما لازم نسمع لقرارات الحكومة لأنه ما في حكومة بدها تضر بشعبها أكيد. أنا بدي أسمع منكم في نهاية هذا اللقاء نصيحة بتعطوها أو أي شيء بتحبوا تحكوا. نبدأ بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور وشكرا على الاستضافة. حقيقة الشيء الوحيد اللي أنا بنصحه للجميع
او لا قبل النصيحه في تعليق بسيط جدا على سؤال بجوز انت ما جاوبتش عليه من الاسئله المره انه هل الاعراض مشابهه لاعراض كورونا؟ تقريبا في منه هذا الشيء، الاعراض قريبه لاعراض كورونا اللي بيصير عند اللقاح، لكن نسبتها اقل بكثير او وتختلف من شخص لاخر. في بعض الناس لا يشعروا بها نهائيا، انا بعض الشباب زملائي واصدقائي اللي انصابوا بالكورونا في بعضهم فارقوا الحياه عليهم رحمه الله، وهذا من الشيء بعض الشباب اللي شجعتني اني اخذ اللقاح. شباب في مقتبل العمر في الثلاثينات فقدوا فقدناهم خلال الفترات الماضيه في بريطانيا، في بعض الدول العربيه. انا عمي برضو من الاخصائيين بانفذوا الحنجره اللي ناموا في المستشفى مده 3 أسابيع تحت العنايه المشدده الخفيفه. فبالتالي لا، انا باعتقادي انه لازم نكون عندنا الشجاعه والقلق يخف، لانه في نقطه جوهريه برجع عيدها، اذا انت نفسيا مش جاهز، اذا انت ذهنيا مش محضر لهذا اللقاح، الافضل بجوز تكون نتيجة عليك كأنك مصاب بالمرض نفسه. اللقاح متعوب عليه، تم إجراء بحوث مكثفة، ولازم يكون عندنا الشجاعة الحقيقية لنحمي أنفسنا ونحمي مجتمعنا ونخرج من هاي الدائرة المغلقة اللي سيطر فيها الإعلام الكاذب والإشاعات الكاذبة أكثر من المرض نفسه. ونتمنى السلام للجميع. آمين. أنا قبل ما أنتقل للأستاذ محمود سريعاً حجاوب هذا السؤال، هل صحيح اللقاح يغير في الدي ان اي؟ فاطمة، حيكون عندنا حلقة الأسبوع القادم مع طبيبة صيدلانية، والأسبوع اللي بعده حيكون معنا مع تكنولوجي يتكلم عن موضوع التكنولوجيا والشيب اللي نحكى عنه، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله حيكون معنا دكتور بالفيروسات، علم الفيروسات، اللي كلهم أنا متأكد أنهم حينفولك. أنا بدي أختصر الموضوع، حينفولك إنه اللقاح يغير في الدي إن إيه، لأنه علمياً لا يوجد هذا الشيء، ولكن بدي أشوقك تتابع الحلقات القادمة كل يوم ثلاثاء إن شاء الله بنفس الموعد. أستاذ محمود، كلمتك الأخيرة ونصيحتك للجمهور. نصيحتي لكل شعب يسمعني، السوشيال ميديا مليان، يعني ممكن تلاقي فيه آلاف بل مئات الآلاف من الإشاعات، فأي واحد بيجي بيقول لك إنه أي معلومة بيعطيك إياها عن لقاح سلبي أو إيجابي، أعطيني الدليل، يعني هذا اللقاح سيء أعطيني الدليل، هذا اللقاح صنع لحتى يقتلك أعطيني الدليل، أعطيني دليل يعني إنه تقنعني فيه، ما تجيب لي كلام والله أنا سمعت من جارتنا وجارتنا سمعت من أمها وأمها سمعت من هذا كلام، يعني العقل ما بيقبل. نحن في القرن 21 والعالم تقريبا عم تغزو الفضاء ووصلوا على المريخ، نظريه المؤامره هاي المفروض انتهينا منها. اي واحد بده يعطيك اشاعه اعطيني دليل، ما عنده دليل الا شكرا كثير لك، شكر الله سعيكم، انا رح امشي مثل ما العالم ماشيه، رح اخذ لقاح، رح اعيش حياتي مثل ما العالم بده تعيش، يعني بالنتيجه بدي اعيش. يعني هاي نصيحتي للكل. أنا برجع بحكي طبعاً شكر لكم مرة تانية، شكر للجميع، نتمنى زي ما بحكي سامر للجميع السلامة، ونتمنى أنه هاي الغمامة أنها تمر عنا، لأنه فعلاً 2020 مرت علينا بشكل غريب، افتقدنا حضن الأحبة والأصحاب والأصدقاء، افتقدنا إحنا الإنسان هو حيوان عشري زي ما بيحكوا، حيوان اجتماعي ما بيقدر يعيش لحاله، للأسف اضطرينا انه نبتعد، وعرفنا معنى الصحة ومعنى العيلة، معنى الحبايب والأصدقاء، معنى اللمة، هاي الشغلات اللي احنا فقدناها ب 2020. ان شاء الله رب العالمين 21 تكون أخف علينا وعليكم. بشكر مرة تانية الدكتور محمد نجار من السعودية اللي كان معنا، والأستاذ محمود المصري اللي كان معنا من أوتوا على وقتهم، أنا عارف أعطونا كثير من وقتهم تيستينج ونحضر ندخل على الاستوديو، ولكن أفدتوا كثيرا، جزاكم الله خيرا، ندعو لكم ولعوائلكم ولكل المشاهدين ولكل حبايبنا بالصحة والسلامة يا رب، نستودعكم الله. شكرا دكتور جمال، أمان الله. شكرا، أمان الله، السلام عليكم.